المفروض المفروض ان احنا المفروض ان احنا فوزناك عقب الطاحه. لا ما شافوني يوم انطلقت المصباح الا انت حذفت بعد. ما شافوني راحت الباصل. وش يقول ابو خيال؟ من ينجزك في صدك وهدرانك ودعتك الله وتلقى واحد ثاني اتعبت لعيالي ولا قدام من شانك وانت ولا شيء سويت على شانك فزيت لك يوم قلت اسمك وعنوانك لو كان ما تنتمي لاسمي وعنواني ما جيت ادورك ولا طق بيبانك ولا ترجاك مثل فلاني وفلاني أنت الذي جيتني ولا أنت بلسانك إنك على شوفتي جاي الله عليك يا رجل اين اعدتنا الى مثل هذه الكلمات طلعنا من الرياض كله ممكن تقول هنا عد هي نفسها ايه هي من كلمات بالمناسبه تركي الميزان هنا ابغى نسمع عليه بالخير الشاعر معروف بس نبغى نسمع عد ماني مجازيك في صدك وحجرانك ودعتك الله مجازيك في صدك وهجرانك ودعتك الله وتلقى واحد ثاني أتعبت الأعيان والأقدام من شانك وانت ولا شيء سويته علشاني فزيت لك يوم قلت اسمك وعنوانك لو كان ما تنتمي لاسمي وعنواني الله طيب 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 الله يحفظك ويحفظ صوتك الله يرحم والديك ويطول عمرك من بادي الوقت وهذا طبع الايامي عذبات الايام ما تمدي لياليها ما تمدي لياليها حلو الليالي توارى مثل الأحلام مخطور عني عجاج الوقت يخفيها الوقت يخفيها أسري مع الهاجس اللي ما بعد نامي وصور الماضي لنفسي وسليها أخالف العمر راجع سالف عوامي ونوخ ركاب فكري عندي داعيها تدفع على جال ضوه بارد عظامي والما يسوق بمعاليقي ويرويها والما ويرويها اللي يصفى لك
زمانك علي يا ضامي اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها والطين صافيها. الوقت لو زال لك يا صاح ما دام يسرع ما تعترض دربك بلاويها حتى وليفك ولو هيمك هيامي صيور الأيام تجنح به أعواديها. هذه من كلمات الأمير خالد بن فيصل الله يحفظه ويطول في عمره. آمين يا رب. وش يقول؟ يقول يا وش لحنها يا نا ألا يلا أني طالب من طاعتك ورضاك وعلم لي يا ذكر وهل الخير نذكر به لها لحن. ألا يلا أني طالب من طاعتك لها لحن هالك. ألا يلا أني طالب لها لحن كان قديم لها لحن يا أخوي معروف حتى أبد اللحن اللي قاله ربيع والله هذا اللي شله فهد مطر إيه؟ لا يا أخوي حطوا الأبيات دي في مسابقة عدب الأصوات قبل قديم صادق إيه؟ طيب لحن علشان ما أعجبك اللحن هذا وعلى ما تتذكر اللحن وش فاصل؟ حنا يا طوال العمار بنعطيك وقت أوسع من الفاصل نعطيك 24 ساعة معك يا محمد 24 ساعة وإن كان ما يامكم فكرة معك 48 ساعة لا تجيني باللحن اللي أنت فيه. أنا سعيد جدا أني كنت مقدم هذه الحلقة اليوم أسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما قدمنا بركة وخير وصلاح وأشكر أخواني وعضود هذه الحلقة الأستاذ الكبير بندر الغرير وكذلك أبو سعد الشاعر عبد الله الجعداني وأبو خيال محمد الزعيزعي الله يبيض وجيهكم جميعا وكذلك حسن الكايد الله يبيض وجيهكم ولا يهينكم.